في عشريتها الأولى أرست هيئة الإمارات للهوية البنية التحتية الأساسية لمنظومة إدارة الهوية في الدولة لتشكل ممكناً أساسياً وداعماً رئيسياً لمشاريع التحول الإلكتروني والذكي، وتتيح إمكانية تأكيد هوية حاملي البطاقات عبر الشبكات الإلكترونية والاعتماد على رقم الهوية في تطوير وتحديث قواعد البيانات. ففي عام 2004 انطلقت مسيرة الهيئة لإنشاء نظام السجل السكاني وتسجيل البيانات الشخصية والحيوية لكافة سكان الدولة وإصدار بطاقات هوية لهم، لتنجز المهمة في بداية عام 2013 باستكمالها تسجيل جميع المواطنين والمقيمين، وتنتقل نحو منظور جديد يركز على إنجاز الربط الإلكتروني للمساهمة في تعزيز أمن الدولة ومكانتها التنافسية عالمياً، ودعم صناعة القرار ومشاريع التحول نحو الخدمات الذكية في مختلف المجالات. وواصلت الهيئة تطوير بطاقات الهوية الذكية لتصبح البطاقة الأكثر قيمة وأهمية في الدولة عبر تعدد استخداماتها والخدمات التي يمكن للأفراد الوصول إليها بلمسة زر بالاعتماد عليها، فأصدرت في عام 2010 الجيل الثاني من البطاقات التي تتميز بالسعة العالية لشريحتها الإلكترونية ب 144 ألف حرف وبتركيبتها التكنولوجية التي تضمن أعلى مستويات الدقة والأمان. ومع دخولها عشريتها الثانية في العام 2014 كثفت الهيئة دعمها لجهود مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص للاستفادة من ميزات البطاقة ودمجها في خدماتها الإلكترونية والذكية بالاعتماد على بوابة التصديق الرقمي، حيث أطلقت اتصالات جهازاً تقدم من خلاله باستخدام بطاقة الهوية باقة خدمات في مقدمتها تحديث البيانات وشراء بطاقات سيم كارد، ودشنت أدنوك للتوزيع خدماتها الذكية لتعبئة الوقود ذاتياً وتسديد ثمنه باستخدام بطاقة الهوية. وحققت الهيئة مع مصرف الهلال وبنك المشرق سبقاً عالمياً باستخدام بطاقة الهوية في إجراء كافة المعاملات المصرفية عبر أجهزة الصراف الآلي ومختلف الأنظمة البنكية، في حين أطلقت وزارة الداخلية خدمة عبور البوابات الذكية ببطاقة الهوية لتمكن المسافر من إنهاء إجراءات المغادرة والدخول خلال ثوان، كما اعتمدت محاكم دبي البطاقة لتسجيل القضايا والمعاملات إلكترونياً، ما اختصر زمن إنجازها بنسبة 75%. مسيرة ممتدة قطعت الهوية على نفسها عهداً أن تسخرها للمساهمة في تحقيق السعادة للمواطن والمقيم وفي تحقيق رؤية الإمارات 2021 لتكون دولتنا واحدة من أفضل دول العالم بحلول يوبيلها الذهبي.